بعد بحث طويل عثرنا على دلال أبو عيشة في منزل جدها وأخوالها وهي لا تفارق جدتها منذ استشهاد والديها وإخوتها الثلاثة. وقالت لمين؟ قالها كل عائلته. احنا جنينا سلمى مامتهم. نجت لعدم وجودها في المنزل لحظة القتل. انا نسيت يتيمة. ضلونا بابا وماما واخوتي. سيد ومحمد وغيداء. ما يخفف جزءا من معاناتها صور لاخوتها وجدتها في بيت خالها. هذا محمد وهذه غيداء وهذا سيد. فدلال كما تقول الجدة تبقى الذكرى الوحيدة لامها. خمس انفار يا اختي، اولاد تنين وبنت وجوزها وهي. خمس انفار يا اختي. هيا دلال يا اختي اللي بقت من ريحة امها دلال عندنا يمه. بصحبتنا تستعد دلال للذهاب لمنزلها المدمر بعد اكثر من اسبوعين. خطواتها مترددة وصدمتها كبيرة. هنا كان منزل فقد معالمه، لكن ذكرياته لا تفارق دلال. هذه غرفتي. هي ما غرفت ماما. أنا صارت معنا. أنا كريمة وأخوتي. في كل الاتجاهات تحركت، ولكل من أفراد أسرتها حاولت انتشال ذكرى. مريم الغيداء. هذا أمي محمد. وسط الحزن سرقت بسمتها الوحيدة عندما التقطت قطتها من وسط الركام. كلهم ذهبوا وبقيت لها القطة. أغراض تناثرت وذكريات تجمعت، وبقي لدلال الحزن والدموع ومستقبل مجهول. في هذا المنزل وصفت أسرة بأكملها واستشهد أفرادها إلا دلال. دلال بقيت وحيدة كآلاف الأطفال في قطاع غزة، فقدوا الأب أو الأم أو الإخوة. إنهم ضحية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي استهدفت بالدرجة الأولى المدنيين. هبة عكيلة، الجزيرة، غزة، فلسطين.